مرحبا، حلقة جديدة من برنامج جودتنا. اليوم جايبيكم IVAHD تيستر من شركة أسور. هذا الجهاز كلش مهم ومفيد للمنصبين والمهندسين اللي يعملون بمجال الكاميرات. هذا الجهاز فائدته يسهل ويختصر عملية التنصيب الكاميرات ويحل هواي مشاكل. تعالوا خلينا نشوف أهم مواصفاته. شاشة لمس 4 إنج بدقة عالية، يفحص كاميرات AHD, TVI, CVI, CVVS لحد دقة 5 ميجا و 8 ميجا، يفحص كاميرات IV لحد 4K، يفحص كاميرات BTZ، يعطي باور للكاميرا 12 فولت DC و POE، وبالتالي راح نقدر نفحص محولة الكاميرا. أوتو سكان راح يسوي لك بحث ويظهر لك كل IP الكاميرات الموجودة على الشبكة. يحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن، راح تشغل لك الجهاز 8 ساعات. إضافة إلى مميزات أخرى يحتويها الجهاز، تقدر تعرفها من خلال زيارتك لأي فرع من شركة أسوار أو الاتصال على الرقم الظاهر بالشاشة. انتظروني في فيديو ثاني راح أشرح به عن كيفية استخدام هذا الجهاز. شكرا لكم وانتظرونا بحلقة جاية، ولا تنسون عمل لايك وسبسكرايب لقناتنا حتى يوصل لكم كل شيء جديد عن شركة أسوار. مع السلامة.